بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الأدعية والأذكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري حفظه الله. تحذير من الاعتداء في الدعاء. من الضوابط المهمة للدعاء أن يحذر المسلم أشد الحذر من الاعتداء فيه، والاعتداء هو تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه. يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وأرشد تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة عباده إلى دعائه الذي عباده الذي إلى دعائه الذي هو صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم. ثم نهاهم سبحانه في هذا السياق عن الاعتداء بإخباره الذي هو صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم نعم. ثم نهاهم سبحانه في هذا السياق عن الاعتداء بإخباره أنه لا يحب المعتدين. الذي هو صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم مضاف إليه نعم. أدل ذلك على أن الاعتداء مكروه له مسخوط عنده لا يحب فاعله لا يحبه فاعله نعم. هذه مسألة مهمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد، مسألة الاعتداء في الدعاء. والاعتداء هو تجاوز الحد المسموح به في الدعاء، ويكون ذلك إما الاعتداء الزماني أو الاعتداء المكاني أو الاعتداء الكيفي والهيئي أو الاعتداء العددي. نفصل في كل واحدة منها. الاعتداء المكاني هو أن يجعل أماكن بعينها لأدعية بعينها، هذا اعتداء وبدعة. يجعل مثلا أيها الكرام الفضلاء مثلا دعاء مقام إبراهيم، وضحت الآن، ولم يرد دعاء لمقام إبراهيم، هذا يسمى اعتداء إيش؟ اعتداء مكاني. يجعل مثلا دعاء الشوط الأول، والكتاب هذا الذي هو يوزع صلى الله إليكم دعاء الشوط الأول في الطواف، الشوط الثاني، الثالث إلى السابع، دعاء الشوط الأول في السعي وهكذا، هذا كله يسمى اعتداء إيش؟ اعتداء مكاني. ليه؟ لأنه تجاوز فيه الحد المسموح به، ولذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدد دعاء بعينه عند الطواف أو عند السعي أو عند مقام إبراهيم. وكل ما هنالك إنك لما تأتي عند مقام إبراهيم تقرأ الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو عند الرواية الثانية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم تصلي ركعتين. كذلك الدعاء: تدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. إذا جئت عند الركنين اليماني والجنوبي الحجر الأسود تقول: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقط اللي هي تتأول الآية التي هي في سورة البقرة. هذا بالنسبة للاعتداء المكاني. وقس على ذلك، نأتي بعد ذلك للاعتداء الزماني، أن تجعل أزمنة معينة بعينها لأدعية معينة، أن تجعل أزمنة معينة بعينها لأدعية معينة. فتأتي مثلا فتقول: هذا دعاء يوم التروية، أو هذا دعاء يوم كذا، أو هذا دعاء يوم كذا، فتخص الزمان بشيء معين. مثال ذلك أيها الكرام الفضلاء، قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو دعاء يوم عرفة، يوم عرفة، هذا المخصص بالدليل بالنص. يبقى هذا تخصيص زماني لا تتعداه، فتكتب كتابا فتقول دعاء يوم عرفة فتأتي به بأدعية من عندك. لكن هل يمنع أن أنا أتخير أي دعاء في يوم عرفة؟ لا، ما يمنع، لكن لا تخص الناس وتقول لهم هو هذا فقط دعاء يوم عرفة، هذا دعاء ختم إيش؟ القرآن. طب هل عند القرآن عند ختم القرآن دعاء؟ نعم، كان أنس إذا تلا القرآن إذا ختم القرآن تلاوة، ليس في الصلاة، الصلاة فيها نزاع كبير، والأقرب أنه ما في دعاء اسمه ختم القرآن في الصلاة، هذا الذي عليه المحققون. أما إذا أنت بتختم في بيتك، فكان أنس لما يجي يختم ختمة القرآن
يجمع أهله ومن معه ويدعو بهم، ولم يعرف له مخالف من الصحابة، فهذا يسمى الإجماع السكوتي. هذا يسمى الإجماع ماذا؟ السكوتي. فلذلك ننتبه إلى الابتداع الزماني. يدخل في الابتداع الزماني ما يعرف بالتعريف. ما هو التعريف؟ هذه نقطة مهمة يا أحباب الله، وهو اجتماع الناس في المساجد عصر يوم عرفة لغير حاج. يجمعون الناس في المسجد ويقعدون يدعون، سواء كان فرادى أو جماعات. هذا التعريف بدعة، التعريف هذا بدعة، اللي هو اجتماع الناس لغير حاج من غير الحجاج في المساجد. وهذا الذي عليه المالكية والشافعية وغيرهما، وحتى الحنابل. وذلك الإمام أحمد قيل له أتفعله؟ قال لا أفعلهم، ولكني رأيت أناسا يفعلونه. وكان ابن عباس يعرف، يعني يبقى في المسجد ويدعو، لكن هذا خالفه فيه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك كان الإمام إسحاق وسفيان إذا صليا العصر لم يرجعا إلى المسجد إلا عند صلاة المغرب، إلا عند صلاة المغرب. فننتبه لهذا. هذا أيضا يسمى اللي هو اعتداء زماني. وقس على ذلك في أشياء كثيرة، الاعتداء العددي. أن تأتي يقول لك يا أخي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام 4444 مرة، أو قاعد تقول لي هو 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 هو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا نباح كلاب وليس ذكرا، والله ليس من أسمائي هو 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 هذه. وثم يجعل يقول لك اقرأ ياسين 7 مرات، اقرأ الواقعة 49 مرة، إلى غير ذلك. هذا كله اعتداء إيش؟ اعتداء عددي. اعتداء هيئي وكيفي، وهو أن يجعل دعاء على هيئة وكيفية معينة. كلما انتهى من صلاة الفريضة سجد سجدتين. شكر. ليش هذه؟ قال لك هذه إيش؟ شكر. هذه سجدة الشكر. نقول هذه بدعة في الكيفية والهيئة. ما هو الشكر يا أخوان؟ الشكر يقيل عند تجدد النعمة. الإنسان يزد الشكر. أما إيش بقت الآن؟ بقت عندك عادة في اليوم 5 مرات وأنت مسويها. إذن أين هذا الأمر؟ ولذلك انظر النبي في حياته كله كم سجد للشكر عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كعب بن مالك لما نزلت عليه توبته فسجد لله شكرا في كل حياته رضي الله عن الصحابة أجمعين. فلذلك ننتبه يا أخوان، وليست القضية هذه مهمة جدا، الاعتداء المكاني والزماني والعددي والكيفي والهيئي. هذا كل اعتداءات في الأدعية. جزاكم الله خير. وإحنا قلنا وما زلنا نكرر ما قاله أهل العلم، إن باب الدعاء هو أوسع الأبواب التي دخل منها أهل البدع. لأن الناس كلها تحب إيش؟ تحب الدعاء. الناس كلها تحب أنها تدعي. ولذلك أمره أمر عظيم جدا أيها الكرام الفضلاء. فننتبه لمثل هذه الأشياء. أيضا في الهيئة والكيفية، ما نراه من بعض الناس مثلا في أي القنوت في رمضان إلى غير ذلك. أقسمنا عليك يا الله أنك ما تخرج من مقامنا هذا إلا وقد. يقول الشيخ الفوزان، ولماذا أنك تتألى على الله في مثل هذا، في مقامنا هذا إلى غير ذلك؟ إلزم ما ورد من الدعاء على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تطيعوه تهتدوا. اثبت على مثل هذا وعلم الناس الأدعية. لدرجة أن بعض الناس أحيانا ما يجي للصلاة إلا عشان يقول لك الشيخ ده بيدعي، وتلقى مركز في الدعاء وما هو مركز في الآية التي تقرأ عليه، بل ينتظر متى تنقضي الصلاة لكي يأتي الشيخ فيبدأ في ماذا؟ في الدعاء. ومن الابتداع في أيضا الإطالة والتمطيط، فتجد أن الدعاء يستغرق كل الصلاة. أحيانا تلقى الصلاة كلها 3/4 ساعة والدعاء يوصل نص ساعة، وهذا أيضا من الابتداع فين؟ في الدعاء. إلى غير ذلك ما يكون في طبعا الألفاظ كلها تدخل في الهيئة والكيفية. ألفاظ الدعاء أيضا كما مر معنا من حديث عبد الله بن مغفل وغيره، أسألك القصر أبيض على يمين العرش، إلى غير ذلك. ننتبه لمثل هذا. هناك كتاب ماتع جدا في الدعاء للشيخ بكر أبو زيد، كتاب جميل جدا وتكلم فيه عن بدع الدعاء إلى غير ذلك. ينبغي لكل طالب علم أن يقتنيه، كتاب الدعاء للشيخ بكر أبو زيد. نعم. ثم إن رحمة الله. نعم. وبركاته. هذا أيضا من البدع. كان السلف، ولذلك هذا الذي قالته لجنة المصحف المدينة، أنهم
المصحف جعلوه فقط للقرآن، ما جعلوا فيه ولا شيء آخر، وهذا ما يسمى بدعاء ختم القرآن الذي هو في في آخر المصحف. هذا من بدع المصاحف، هذا من بدع المصاحف. نعم، أن يخص أن هذا هو دعاء، ماذا؟ دعاء لختم القرآن. نعم، ولذلك مصحف المدينة ما تجدون فيه هذا أبدا، فقط ما في غير القرآن، وفي آخره تعريف بالمصحف، تعريف بهذا المصحف من حيث الرواية. في فرق بين أنك أنت تقرأه، وفي فرق بين أنك أنت تقول أن هذا هو دعاء إيش؟ ختم القرآن. هو دعاء طيب تقرأه وتزيد عليه ولا مانع من ذلك، لكن لا تعتقد أن هو هذا الدعاء هو دعاء ختم إيش؟ القرآن. هذا الذي نحن نقول فيه. وضحت؟ نعم. ثم أن النهي عن الاعتداء في الآية وإن كان عاما يشمل كل نوع من الاعتداء، إلا أن لمجيئه عقب الأمر الدعاء يدل دلالة خاصة على المنع من الاعتداء في الدعاء والتحذير منه، وبيان أن الدعاء وبيان أن الدعاء المشتمل على الاعتداء لا يحب الله من عباده ولا يضره لهم. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى إنه لا يحب المعتدين، قال في الدعاء ولا في غيره. نعم، لأن الله حرم الاعتداء، الاعتداء ظلم. وفي الحديث القدسي يا عبادي إني المتفق عليه من رواية أبي ذر، ولذلك هذا الحديث من رواية عبد الله بن الثواب عن أبي ذر أبو مسلم الخولاني، كان إذا جاء يروي الحديث جث على ركبتيه لعظم هذا الحديث. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. والاعتداء نوع من أنواع الظلم أيها الفضلاء، فلذلك الاعتداء كله محرم في الدعاء وفي غيره. نعم. عن قتادة بمعنى الآية قال اعلموا أن هذا قتادة من دعام السدوس الأكمة، روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. نعم. اعلموا أن في بعض نزل يوما على محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فجلس عنده بضعة أيام فقال قم عنا يا أكمة فقد أخذت حديثنا كله. كان يحفظ حفظ عجيب ما يضرب سوداء في بيضاء، الإمام قتادة بن دعامة السدوسي الأكمة. نعم. ولذلك قال ربنا عز وجل وأبرئ الأكمة، لأن الأكمة هو الذي ولد غير مبصر، ما قالش وأبرئ الأعمى، لأن نقول كل أكمة أعمى وليس كل أعمى أكمة. العمى أو الضر يسموه أن الإنسان يكون مبصرا ثم يطرأ عليه ذلك لعارض من مرض، أما الأكمة هو الذي ولد غير مبصر. أي نعم، وأبرئ الأكمة أكيد، لأن ممكن الإنسان الذي حدث له عارض فأفقده البصر سهل عند الأطباء أو عند غيرهم، ولذلك يعني بعض الحالات من الرقية يعني فقدت بصرها فجأة، طالبة في كلية الصيدلة وذهب بها لجميع المستشفيات في بلادها حتى إلى العاصمة المستشفى المتخصص في العيون ثالميك وغير ذلك، فقالوا كل التحاليل الأشعة كل الرنين كل شيء يثبت أن وضعها طبيا لا شيء فيه، فقالوا نبدأ في الرقية خلاص الناحية الطبية ما فيه، فجعل يقرأ عليها يوم واثنين وثلاثة حتى رجع لها بصرها بإذن ربي تبارك وتعالى. نعم، فلا شك أن الأكمة هو أعظم إعجازا وآية في إبرائه من إيش؟ من الأعمى. أي نعم. اعلم أن في بعض الدعاء اعتداء فاجتنبوا العدوان. والشيخ محمد المختار الشنقيطي أيضا يحكي عن رجل سبحان الله كان والده من أهل العلم، وأراد هذا الولد أن يرحل عن أبيه، فربما في لحظة غضب دعا عليه والده، ويحدث هذا من العلماء ومن غير العلماء. ألم يقل ربنا عز وجل وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا؟ يحدث مثل هذا، لكن النبي قال لا تدعوا على أموالكم ولا على أولادكم ولا على أنفسكم. الحديث قال فعمي، فظل والده طول الليل يقوم الليل، وكلما صلى ركعتين رقى ومسح على أذنيه، فما انتهى من قيام ليله حتى رد الله بصره إليه. وحدث هذا للبخاري أيضا، البخاري فقد بصره صغيرا من غير دعاء، لا دعت عليه أمه ولا شيء،
فما زالت أمه تدعو وتقوم الليل فما بزغ الفجر حتى رد الله بصره إليه، كما جاء في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله. نعم. واجتنبوا العدوان والاعتداء إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن الربيع في معنى الآية قال: إياك أن تسأل ربك أمرا قد نهيت عنه أو ما ينبغي لك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والخلاص والمخرج من الاعتداء في الدعاء أن تلزم ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، تلزمه وتلزم غرزه ولا تزد عليه، فإنه كمر معنا في أول كلام عن هذا أن جوامع الكلم للنبي عليه الصلاة والسلام وأدعيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مليئة بالخير والبركة، وعلى قلة ألفاظها ووضوح معانيها. نعم.